ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. باش نديرو وقفة احتجاجية، لكن لقينا رجال الأمن ما خلوناش نديرو وقفة احتجاجية، رغم أننا بعدنا على السفارة تبعونا ما خلوناش نديرو وقفة احتجاجية. وأنا كنطالب من جميع الإخوة المغاربة يساعدونا، لأن هذا المشكل ماشي ديال بنتي، ديال جميع البنات اللي كاينين ملوحين تمايا، لأن ما كايناش لا 100 وحدة، راه كاينين بزاف اللي ملوحين تما ووالديهم ما عارفينش شنو المصير ديالهم. كنطلبهم من السلطات وكنطلبوا من المسؤولين انهم يساعدونا ويحاولوا يديروا شي حل لهذا المشكل هذا، يحبسوا كاع العقد العمل، ما يبقاش يخرج شي واحد نهائيا، ولا يراجعوا يعيدوا النظر في هذا عقد العمل، لان ما كيتسماش هذا عقد عمل، كيتسمى عقد عبوديه، لان الكفيل كيبقى يتحكم في الانسان فين ما مشى، خاصو يبيع فيه ويشري، لان مازال عندهم الحنين ديال الجاهليه الاولى، لان الاسلام جاء لغاء العبوديه، ولكن كنلقاو بان العبوديه مازال داك الحنين ديال العبوديه لدابا. شحال دوزات تما سيدي دابا البنت ديالك؟ دوزات دابا عام وشهرين، وبتهمه باطله، لان هي اللي قدمت شكايه. هي معتقله؟ معتقله، والاوراق ديال المحكمه كاينين، والتصريحات كلشي مسجل، بانهم هما اللي تعداو عليها وشدوا الكفيل ديالها خمس شهور، بانه دار عقد مزور، وفي الاخر خرج بكفاله وبعقد رسمي. ملي جاب العقد الرسمي ما كان عرفناش كيفاش هذا العقد الرسمي كيفاش جاب. وراكم شي حوايج كيتبتوا هذا الكاريت مزور؟ عندنا الاوراق، عندنا كل شيء، التقرير اللي الشكايه ديال المحكمه ديال المدعي ديالهم، عندنا جميع النسخ ديالها، وعندنا حتى المساومه اللي كانوا كيساومونا ليها، لان عمها كانت تكلف ودا الكفاله باش يكفلها وما قبلوش، وعرضوا عليه 300 الف ريال سعوديه باش يتفاوض معاهم ويدير تنازل على القضيه. هذا الشيء غادي نشروه في راسك، اذا قلتي شي حاجه غاتحمل المسؤوليه ديالها. وفي الاخر ما بغاش، قال لي تحمل المسؤوليه، احنا بغيناك تربح انت وتستفيد وتكون معنا مزيان. عند بالهم المغاربه كلشي بحال كلشي كيبيع الضمير ديالو. فين السكن ديالكم دابا حاليا في المغرب؟ في قنيطره، سكن في قنيطره، وجاو عندي لهنايا حتى انا. وهاد البنيته دابا الصغيره شكون اللي مكفل بها ديال بنتك؟ انا اللي مكفل بها، معايا عائشه. وعندك شي مطلب اخر، شي حاجه باغي توصلها؟ كنطلب هذا الشيء اللي كنطلب، لان جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو يوقف معايا بنتي، يوقف مع كاع البنات ديال المغاربه، لان هذا الشيء راه وصل القمه ديال القهر وديال الذل، لان احنا مغاربه راه حنا بنفسنا وحرار، وما كنتساوموش بالفلوس، الا احنا عندنا الكرامه ديالنا اكثر من الفلوس. كيفاش؟ ديري لماماك هكا، سلمي على ماماك. سلمي على مامي، قولي لها سلم عليك ماما. شراوك اللعاب؟ ها؟ شراوك شي شويه الحلوه؟ ها؟ ويسلا نيوز جريدة إلكترونية شاملة. ويسلا نيوز دائما قريبا من الحدث، أخبار محلية وطنية ودولية، قضايا سياسية واجتماعية، رياضة، ثقافة وفنون. ويسلا نيوز تغطية شاملة لجميع تظاهراتكم. تابعونا على الموقع www.wislanews.com.